عبقاو تقاتلوا نتقاتلوا حتى نوصلوا الاهداف ديالنا. دابا لا فامي كيف تشوف معايا هنا كاين كلشي كاع داكشي اللي درت باش نعرف جسمي شنو فيه. صباح النور لا فاميك, صبحتو مزيان, نهاركم مبروك. اليوم فيديو جديد الموتيفاسيون رجع صافي, مابقاش الضحك واللعب, البريباراسيون بدات. اليوم فيديو زوين, تخيلوا معايا اول حاجه درتها بعدا فقت هزيت كاميرا, باقي ما فاطر ما شارب الماء ما والو. بغيتكم تتبعوا معايا ايطاب بار ايطاب باش تعرفوا شنو كندير في النهار ديالي كامل, حيت دابا ان شاء الله مابقى والو وغادي نشارك في هاد البطوله ان شاء الله, غادي نشرفكم وغنطلع نيفو واعر. مهم ما حرقش عليكم مراحل, تبعوا معايا البريباراسيون كامله كل انا راه نفيق نصور لكم بزاف دو تنتوما, وبالنسبه للناس اللي ما عارفين شي حاجه يستافدوا معايا. المهم حنا الهدف ديالنا من هادشي كامل هو نموتيفيو بعضياتنا ونغيروا حياتنا للافضل ديما. تقاتل اللي بغيتي توصل. اذا قبل ما نبداو متنساوش لايك تابوناو في لاشين باش يوصلكم ديما الجديد. لاشين ديالنا ديال الموتيفاس اكثر من 200 الف ابوني في لاشين, عارفين شنو كاين, عارف الموتيفاسيون ديما. المهم بقاو معايا دابا يلا فقط نوريكم شنو كناخذ اول حاجه. المهم فيتامين سي غادي ناخذو ثاني. علاش كناخذ لو فير اللي هو الحديد؟ المهم تارجعوا نشرح لكم بزاف ديال الحوايج. كما كتعرفوا انني مشيت للطبيب ودرت بيلون, غادي نفيدكم بزاف ديال الحوايج اللي غالطين فيهم بزاف ديال الناس, انا عرفتهم اذا خصني نفيدكم بهم. المهم بقاو معايا, غنمشي دابا نتريني, عندي الصباح كارديو ولي زابدو وشي عندي ميسكل. المهم غير تبعوا معايا غتستافدوا وغادي تعرفوا بزاف الحوايج جداد. ودابا لا فامي غادي ناخذ لاواي ديال ايزوفليكس من عند مي بروتين ماروك. صراحه انا هاد لاواي كنخدم به دابا مزيان. علاش؟ هانتوما تشوفوا علاش. هانتوما زيرو سكر وفيه 27 غرام في سكوب, 120 كالوري, اذا مزيان ليا. المهم ناخذ سكوب باش نمشيو. ودابا السكوب ديالي واجده. شنو دابا؟ دابا غنمشيو نضربو تماره. القتال غيبدا, تقاتل اللي بغيتي توصل. هاد بريباراسيون بغيت نعلمكم شي حاجه سميتها, غنبارطاجي معكم شي حاجه سميتها القتال. يعني انك رغم الظروف القاسيه شحال من حاجه تابعاني ورا ظهري, المهم غنعاود لكم بزاف الحوايج وكيفاش غادي نتقاتلوا وسط الظروف وغنمشيو نشاركوا. تعيشوا معايا فهمتي هاد الاجواء كاملين وهاد الايام كاملين, كل نهار نفيق غنصور لكم باش تعيشوا معايا اللحظه, فهمني. اهم حاجه هي التموتيفه. ويلا بقاو معايا غناخذ السكوب ديالي باش غادي نمشيو نتري. شوف سبحان الله الصباح شحال زوين, فياق بكري بدا بمشري كاين ولا لا؟ تخيلوا معايا ناعس بحال هكا في الفراش وتنقول ناري مع صونا لي التليفون, حيت فهمتي حققت التليفون انني غنوض بكري, وبقيت فهمتيني مع صونا لي وانا نحبس وفيه الناس وشويه رجعت الناس فهمتيني, تكيت باغي الناس وانا نقول ويلي اسامه هنا هاديك تقاتل اللي بغيتي توصل ناض بين لينا. وانا ناض حيد الفراش ناض دابا باش غنمشيو نترينيو. اليوم شنو واقع؟ اليوم الجمعة, بدا جمعة مباركة, هو ان لي صال في مدينتي كيسدو, يعني كيفتحو حتى مور الجمعة. اذا انا فين غنمشي نجري؟ الاعذار ما كنعرفوش شنو هي الاعذار. لا صال ساد ما غنمشيش. اليوم عندي كارديو ضروري خصني نديرو, الا ما درتوش في لاصال فين غنمشي؟ للبحر اولا الغابة. دابا لقيتوني غنمشي للبحر غنجري غندير لي زابدو وعاد غنرجع نرتاح شويه وعشيه عندي ميسكل. لا فامي دابا كلشي واجد, قرعه الماء كلشي ناضي, الموتيفاسيون ديالي ديما فهمتي. دابا التصوير هادي تنشوف فيها فهمتي تتعال فيه واحد الموتيفاسيون ديال اسامه نوض سير تقاتل الا بغيتي توصل ديما. المهم لقيتوني غنمشي نتريني دابا, بقاو معايا. كلام العالم كله ما كفيني, وصف في احساسي من اللي طميني, نخلق مش جديد اللي قلبو في ابتسامه, ماما تقول لي ولدي على سلامه, تخيلوا معايا الجو كيفاش داير بعدا. الجو مغيم شويه, كاين البرد, ولكن حنا شوف كتسوقوا لا برد لا صاد فهمتوا, انتريني ورغم كل الظروف القاسيه واش فهمتيني, تقاتل اللي بغيتي توصل. اذا بقاو معايا, الكاسك ديالي ضروري بالزيكا. واحد القضيه هي ما غديش معايا كاميرا, غنكمل لكم بالتليفون. عرفتي علاش؟ حيت كاين بوحدي والرمله راكم عارفين, يعني ما بقاش غادي يهز معايا كاميرا. غنكمل لكم التليفون تشوفوا الاجواء ديال لونطرينمون كيفاش غيدوزوا والقتال, ورجعوا غادي نهضروا. دابا خصني نمشي نتريني. المهم لا فامي غنكمل لكم غير بالتليفون كما قلت لكم. المهم واخا الكاليتي غتبدل ولكن غتعيشوا معايا اجواء زوينين. شوفوا البحر الخفت خاوي, كاين شي جوج, كاين دري واحد تبارك الله تيتريني راه هو. عرفتي على راحه نفسيه كيفاش دايره؟ بلاش نوريكم الجو كيفاش داير باش تفهموني.
المهم شي نهار كنتي مقلق مع الصاب البحر وحق الله تحس واحد الراحه. دابا شنو ندير لا فامي؟ غادي نشرب الماء مزيان حيت ما يمكنش بقى غادي هز معايا الماء وكنجري. غنحطو هنايا غنشرب مزيان وغنمشي نجري حتى ليها. المهم باقي الطريق غنمشي نجري شويه وغنرجع وعاد نبدا لي زاب صافي. المهم بقاو معايا يلاه الخدمه غتبدا دابا صافي سالينا الهضره. يلا قيتال قيتال تقاتل لو بغيتي توصل قبيله. قلت لكم غنمشي لا دابا شوف كيوصلش غنبقى يبان حتى واحد. كاين هاد جوج الناس لقيتهم في الطريق. دابا غنخدم لي زابطو هنايا حيت البلاصه بانت ليا نقيه مزيان وعاد غنمشي نسالي لي زابطو وغنمشي عاوتاني كنجري للبلاصه اللي فيها. حطيت القرعه ديال الماء باش نشرب. المهم بقاو معايا واحد القضيه الخوت اللي بغى يخدم لي زابطو مثلا شي نهار في البحر ديما من تكا في الرمله. انا خدمها في الرمله وكذا طاب في الهواء. المهم اذا بغيت تكا ديما ظهرك هو اللي يجي في الهبطه. مثلا دابا البحر هكا ضروري تلقى الرمله غادي وكطلع ماشي تعطي وجهك للبحر. غتعطي ظهرك للبحر باش انت يعني في الهبطه فهمتيني. ظهرك في الهبطه ورجليك الفوق باش كطلع كتزيد صعب عليك الخدمه. المهم هذه نصيحه بسيطه. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. زابطو دابا غادي نرجع عاوتاني كنجري. المهم الخوت كيما شفتو معايا ان راه ما ساهلش انك باش توصل فورم زوين. راه خصك ضروري تعدل. الا جيت نعاود لك انا اش دوزت راه ربي وحده اللي عالم. ربي والوالدين حيت هما عاشوا معايا الاجواء والناس اللي قراب ليا. المهم غنبقاو نتقاتلو حتى نوصلوا الاهداف ديالنا فهمتيني. هادشي اللي كنقولو يعني باش موتيفيكم و نتوما تنوضو. يلا المهم بقاو معايا. اخيرا انا فامي وصلنا عند قرعة الماء. الحمد لله داز كارديو بخير لي زابطو. دابا عاد غادي نمشي نفطر. المهم بقاو معايا اوريكم على فيو. دابا مريح و كنشرب الماء و كنتنفس مزيان هادشي على منظر. انا اوريكم لا فامي. حنا دابا رجعنا للدار. الفطور ديالي واجد. نوريكم شنو عندي. واحد الفطور ما زيدش عليكم. ها انتم البيض والشوفان شو فيدال شو باش تعرفوا واحد البلان الخوت. هذا الفطور والله ما انا اللي وجدت. شو راك شو كيفاش عشتو معايا من فقت. مشيت ترينيت راكم شتو خلات سكوب مشيت جيت لقيت الفطور. كنبغي نشكر الوالده من هذا المنبر صراحه هي اللي واقفه معايا ديما سوا بالموتيفاسيون ديالها. غير الهضره ديالها كتموتيفيني انني باش نزيد القدام وكتوجد ليا ديما. شو دابا عارفه هي وحق الله عارفه 100 غرام الشوفان والبيض شحال خصني ندير. دابا هادشي انا بحال اللي طيبته يعني تايق غنجي غناكل عارف شنو كاين. فهمتوني. ولا قلت لكم هاد البلان الخوت والله ما تيقوا. بعض المرات الوالده كتدخل لجوجل وكتقلب يعني شي حاجه كتفيد الميوسكل اولا شي حاجه للصحه مزيانه وكتجي كتقول لي اسامه خصك تاكل هذه. تقول لي راه هذه. تقول لي هذه ضروريه. شوف راه الدكتور قالوا هذه وحق الله ديما بحال هكا. عاوتاني الصباح خصك تاخذ الثومه راه مزيانه واش فهمتوني. يعني ديما نصائح من عندها من هي كتقلب وكتعطيني. المهم الخوت كنبغي نقول لكم دعوا لي معها بزاف بزاف والله يخلي لكم نتوما والديكم والله يحفظكم والله يسهل عليكم في حياتكم تحققوا كاع داكشي اللي بغيتو باش ترضي والديكم والناس اللي والديهم توفاو الله يرحمهم في النار ويا ربي تجعل مأواهم الجنه ان شاء الله. ودابا رجعت على فامي من بعد ما فطرت ودوشت وارتحيت شويه. راكم عارفين ضروري فقت بكري مشيت ترينيت ورجعت ارتحيت شويه ودابا نتباش غادي نكمل
لا دوزيام سيونس المهم باقا كتسنى خصني نمشي لقيتها عاوتاني. فهاد البيريود الخوت كنولي نتريني جوج مرات في النهار، يعني الصباح بلا ما كتفطر كتمشي كتريني كارديو لي زابدو، وكتجي عشية وكتخدم ميوسكل. هاد البروغرام هذا يعني ما صالحش لكلشي، انا راكم عارفين بيش معطل وخصني يعني بحال اللي قلتي دغيا نوجد جسمي، باش راكم عارفين الناس راه تبارك الله بداو قبال وجدوا مزيان، وانا كنت مسافر وهذا وبادي معطل، ضروري خصني نتريني جوج مرات في النهار باش نطلعوا شي نيفو واعر. اذا انت ما تقولش لا واقيلا خصني ضروري نتريني جوج مرات، الا ما عندكش الوقت انا راه نعاود لكم واحد البلان، يا مش مستر اولمبي يلا كنت غنشارك. كنقرا يعني كنمشي الصباح كنقرا وكنجي حتى مثلا ديك السته ولا السبعه وعاد كنمشي لاصال، كنمشي لاصال يعني كنجمع ميوسكل ولي زابدو والكارديو وكل شيء، وكتجيني صعيبه. يعني دابا الحمد لله كاين الوقت خصني نمشي نستغل هذا الوقت اللي عندي، نتريني الصباح بخير كارديو لي زابدو وعشيه ونجي نخدم ميوسكل، يعني كنحس بهذا البروغرام مزيان ليا. بالنسبه للناس اللي عندهم الوقت بروغرام مزيان، الناس اللي ما عندهمش الوقت ما عندكم الناس زعما ديرونجي ولا هادو ما كاين حتى مشكل، يعني خلي حتى سالي خدمتك اولا قرايتك وسير بالعشيه وتريني. ودابا كما تنعرفوا ان العشيه دابا حيت بروغرام تبدل كامل مع الكورونا، يعني 8 كلشي كيسد صافي راه اوتوماتيكمون 9 خصك تكون في الدار. اذا انا تنقول لكم غير يعني شي نهار مثلا سال هادشي وبغيتي تبدا البروغرام، هذه نصيحه من دابا. وكتولي دوز جوج مرات يعني كتولي نقي اكثر، كتولي نقى من القرع اللي كاين في اتشي. ما عرفتش واش عرفتي داك القرع اللي كاين في جافيل، المهم كتولي نقى منه. هادشي باش زوين السبور هو انك كتولي نقي في عقلك وفي حالتك وفي كلشي، واش فهمتوني؟ دابا غادي نهضروا على واحد الموضوع اللي مهم، اللي هو علاش انا درت اليوم هذا الفلوغ، هو انني مشيت درت بيلون. غادي نشرح لكم علاش درت هذا البيلون باش تفهموا وتعرفوا علاش اسامه مشى دارو وكان خاصو ضروري يديرو وخاصو ضروري يعرف بزاف الحوايج اللي عرفو. اذا خصني نجلس وغنوريكم الاوراق داكشي ديال الطبيعي وكل شيء مضبوط. المهم لا فامي قبل ما غادي نوريكم البيلون، بعدا غادي نوريكم الوجبه ديالي شنو وجدت فيها، عاد غادي نريح وغنهضر معاكم وغنفيدكم بزاف ديال الحوايج وغتعرفوا شنو اكتشفت عندي. المهم بزاف ديال البلانات زوينين غتستافدوا منهم. كما تشوفوا معايا عندي الروز، كفته ديال اللحم وشلاضه، ها انتم وجبه متكامله فامي. الحمد لله كما شفتوا كليت الوجبه ديالي الثانيه. المهم بالنسبه للوجبات غندير فيديو خاص عليهم، نتوما راه غادي متبعين معايا البريباراسيون دابا حتى الاخر، غادي تستافدوا معايا اي حاجه درتها داكشي بالحساب غنعطيها لكم يعني نبارطاجي معكم. دابا كما قلت لكم غنوريكم البيلون. شنو هو البيلون؟ هو واحد الفحص طبي عام كديروا على الجسم ديالك باش تعرف شنو عندك. يعني شحال من واحد فينا، انا ما كنتش عارف شنو يعني الجسم ديالي شنو فيه. راه كتريني مزيان هذا وكلشي بخير، ولكن ما عمرك غتعرف جسمك شنو فيه بالضبط. يعني الله يستر قدر يكون عندك شي مرض خطير وانت ما عارفوش، واش فهمتوني باش نوصل لكم؟ يعني ما عارفوش حتى شي نهار الله يستر تبقى غادي تقدر شي حاجه تبدا توجعك تبقى تقول او واش هادشي، مشيت دوزت تلقى شي حاجه خطيره. اذا انا علاش مشيت درت هاد القضيه هادي؟ باش يعني نعرف شنو عندي ونعالجو ديك الساعه. والحمد لله يعني ما لقيتش عندي شي حاجه اللي خطيره، مابقيتش يعني شي حوايج بصاط، خصني غير من الماكله ديالي نقادو وغنولي بخير. اذا كون ما مشيتش عمري غنعرف شنو عندي ومناش خصني نبعد شنو الحوايج اللي خصني ندير. المهم الحمد لله عرفت. دابا لا فامي كيما تشوفوا معايا هنا كاين كلشي، كاع داكشي اللي درت باش نعرف جسمي شنو فيه. هانتوما لا فامي كيما تشوفوا معايا، دابا انا ما غنشرحش لكم كل سطر شنو كيعني، غنعطيكم الخلاصه كيما نتوما هاد كيما تشوفوا هنايا. الخوت قبل ما ندير لكم الشرح كنبغي نشكر خويا عبد الصمد الدكتور عبد الصمد على الترحيب ديالو، وصراحه دري تبارك الله رجوله والقلب البيض رحب بيا وكبر بيا احسن تكبير، وعطاني نصائح. يعني من تيعطيك دكتور نصائح يعني راه خصك دير بهم، راه تبارك الله الدكتور كيكون قاري يعني حياته كامله دوزها غير قرايه، يعني غتستافد منه بزاف. واستافدت الحمد لله ودابا رجعت وعارف شنو كندير، يعني وصلوا شي نيفو خيالي عاوتاني بسبب مش هيضحك. اذا كما تشوفوا معايا انا الخوت عندي ليكوغرافي الكبده ديالي والكلاوي، الحمد لله لقيت كلشي في الحجم ديالو الطبيعي، يعني ما عنديش كبده من الفوخه ولا هذا. المهم كل حاجه الحمد لله بخير، يعني عجبني الحال. وعاد دابا شوف
ما غنعطيكمش كل حاجه ديالهاش، يعني راه الا جيت نشرح لكم كل حاجه راه تبقاو معايا شي ساعه ونص وما غنساليوش. انا غنعطيكم شنو لقيت عندي وشنو خصني وشنو كان خصني ندير، يعني شنو خصني ندير. ودابا الحمد لله بديت انني كنقاد اموري. هاد الدوسي كامل هذا غنعطيكم الخلاصه ديالو. المهم بقاو معايا غنمشي نقضي واحد الغرض بعدا، حيت عرفتي شنو تنصور لكم وفي نفس الوقت واحد الحاجه كتسناني. نمشي نقضي هاد الغرض ونكمل لكم في الطوموبيل. صافي يلا تقاتل لو بغيتي توصل، بقاو معايا لا فامي. قبل بعدا ما نخرج غادي ناخذ بري ورك اوت ديالي، حيت ضروري كنستعمل بري ورك اوت فهاد الفتره. راكم عارفين كنتريني جوج مرات الصباح ما كنستعملوش، وفي العشيه قبل لاصال. دابا ملي نمشي لاصال نتريني، المهم بقاو معايا خصكم دوزوا معايا الفلوق حتى الاخر باش تموتيفاو ديال بصح. هذا هو البري ورك اوت ديالي من شركه ريفليكس نوتريسيون، غادي ناخذو باش نمشيو نترينيو. دراري قبيله ما كملتش لكم حيت جاني واحد الغرض عائلي ضروري كنت خصني نمشي، ودابا غادي نمشي لاصال. خديت بري ورك اوت تنحس بالتنمال، دابا خصني نمشي نتريني. خليت نرجع وغنشرح لكم كل شيء. هذا كيكون الختام ديال هذا الفلوغ، وغادي نفيدكم بزاف ديال الحوايج كونوا هانيين. واحد القضيه هي ما غنصورش لكم في لاصال، علاش؟ ماشي انا ما باغيش، انا بالعكس باغي نصور لكم، ولكن لاصال اللي كنتريني فيه سادين في هذا الوقت كما كتعرفوا في مدينتي ساد لاصال، وهاد السيت يدير معنا زوين، يعني ما يمكنش نمشي ونصور له في لاصال ونخلق له مشكل. باش تعرفوا الخوت ان في هاد الكومبيتيسيون جميع الظروف ضدي، والله العظيم كلشي بزاف ديال الحوايج، وزاد لاصال حتى هو انه ساد وكتمشي يعني غير مخبي، وقدروا في اي وقت يدخلوا علو. هذا يعني حتى النفسيه ديالك ما كتكونش تريني ومرتاح، جميع الظروف ضدنا. واخا هكاك كنعرفوش الاستسلام القتال، يعني واخا لي صال سادين قلبنا وقلبنا ولقينا صال باش نترينيو فيه. لاصال الاول اللي كنت كنتريني فيه اللي كنت كنصور لكم فيه ديال الدري صاحبي دابا كيصلحو، ما يمكنش تريني فيه كله كيتصلح. داكشي علاش انا مشيت لواحد لاصال قلبت على صال ولقيتو. المهم صال دي ولاد الشعب ديال القتال، انا في مكان كنتريني نتوما عارفين، وما يمكنش نصور، الا صورت غنخلق له مشكل. ورغم كل الظروف القاسيه ما غنستسلموش وغنتريني وغنطلعوا في الكومبيتيسيون، واش فهمتوني؟ قتال ديما. المهم الحمد لله على كل حال غنمشي نتريني، والشعار ديالنا ديما تقاتل الا بغيتي توصل. حتى حاجه ما كتجي سهله، والله ما كاينه شي حاجه كتجي سهله، خصك تخدم عليها. يلا لا فامي دابا رجعت من لاصال، حصه ديال كل موتيفاسيون كيف العاده، القتال ديال بصح. بغيت نصور لكم هاد الحصه باش تشوفوا ديك الحرب، فهمتيني، باش تشوف الحرب والمعاناه اللي دوز ديك الحصه. الحمد لله داز بخير وعلى خير. دابا غادي ناكل باش نتلاقاو ونهضروا على الموضوع ديالنا ونختموا هاد الفلوق. يلا بقاو معايا. كما تشوفوا معايا في الوجبه ديالي عندي الروز، بروكولي وصدر ديال الدجاج، اللهم بارك. وجبه بلا ما نحتاج نهضر. انا رجعت دابا الحمد لله كليت دوش عاوتاني. اخليوها على الله، هاد الشهر بعدا غيجي المغالي. حيت تخيلوا معايا تنتريني جوج مرات في النهار، الصباح كما شفتوا معايا وعشيه، وكنحس دابا بلا فاتيك وحق الله، يعني كنحس براسي عيان، ولكن الحمد لله. شوف تقاتل لو بغيتي توصل اي هدف عندنا، شنو خصنا نصبروا ونتقاتلوا ونضحيوا ضروري ديما. الله يحفظكم. المهم ندخلوا في الموضوع ديالنا اللي بغيت نختم به هذا الفلوغ، هذا هو علاش انا مشيت لعند الطبيب، يعني علاش بغيت نعرف شنو عندي في الجسم ديالي. بيسبس يكون ضاحك ديما، ريح عشيري. المهم ندخلوا في الموضوع ديالنا. كما شفتوا معايا قبيله هذوك هما الاوراق ديال يعني صحتي شنو فيها. الحمد لله لقيت عندي كلشي مزيان، غير هو لقيت عندي مشكل يعني عمري تخيلت انه غيكون عندي. هو ماشي مشكل يعني باش بنادم ما يتخلعش، غير هو قلت او انا يعني الحمد لله بصحتي كنتريني مزيان كناكل مزيان. اخر حاجه فكر فيها هو فقر الدم، يعني عندي فقر الدم اللي هو الانيمي. هاد الانيمي هادي كتكون ناتجه على ايش؟ على كيكون عندك نقص في لو فيغ، يعني في الحديد. انا الحديد كان يعني ما كنتش ناكلو بزاف، راه ما كنتش ناكل يعني مثلا العدس داكشي اللي فيه الحديد ما كنتش كناكلو بزاف، كنتريني الحديد وما كناكلش داكشي اللي فيه الحديد. اذا من مشيت عرفت شنو كاين عندي، لقيت انني عندي فقر الدم. حتى الدكتور يعني استغرب قال لي ما يمكنش انك انت تكون عندك فقر الدم. اخر حاجه كنت نفكر فيها هي وفقر الدم شنو تدير، هي انك كتبقى تحس بالارهاق، كتخليك تعيا وكطيح الشعر، ويعني عندها بزاف ديال السلبيات. كما شفتوا معايا قبيله انني غير فقت شربت هذه كتعالج المشكل اللي عندي انايا. الدكتور قال لي انك خصك تاخذ هذه اللي هي نيوفير. المهم لا فامي انا بغيت في الفيديو هذا ننصحكم بواحد النصائح اللي عرفتهم، يعني اكتشفت شي حوايج انني غلط فيهم وبغيتكم نتوما تستافدوا باش ما توقعوش في الغلط ديالي.
الناس اللي عندهم نقص مثلا ما كياكلوش مثلا العدس الخضار داكشي يعني مركزين على البروتين والكارب يعني اغلبيه فيكم كيركز غير على البروتين والكارب كيعرف غير البروتين الدجاج واحد حدا الرز كيعرف مثلا البطاطا حلوة ويحط حدا اللحم لا هذا راه بروغرام غلط راه الميسكل كيطلع ولكن انت ما عارف جسمك من الداخل كيفاش داير راه ما بقاش ان الكادر يكون فهمتيني مقدر ولكن صحتك من الداخل انت ما عارفش كيفاش دايره ضعيفه بزاف تقدر شي نهار تكون غادي كتمشى في الزنقه تتحس براسك شداتك النخصه ولا شداتك شي حاجه من هنايا طحتي يقولوا او هذا ادق يعني شو تبارك الله قداش وفي الاخر ما عارفش مالو سخف يعني عنده شي حاجه يدل خصك تراقب صحتك حتى من الداخل يعني تراقب الكبده ديالك الكلاوي يعني بزاف د الحوايج خصنا نعرفوا شنو عندنا فيهم ونعرفهم قبل ما يوقع الغلط. اذا انا الخوش عرفش عندي مشكل في الانيمي ودابا الحمد لله يعني متبع هذه اللي سميتها نيوفير دابا نمشي بها يعني تدريجيا كما قال لي الدكتور قال لي خذها وان شاء الله يكون الخير. ثاني حاجه اللي هي كما كنعرفوا ان البروتين عامه ماشي لي كومبليمون بروتين عامه الدجاج اللحم بروتين كسورس يعني كسورس ديال البروتين الا كثرنا منه كيدير لنا مشكل في الكلاوي هادي الا قريتو عليها دخلتو بحثتو عليها في جوجل غتلقاوها. انا دابا شو سنين وانا كان يعني كنت يعني ديما كناكل بروتينات دجاج اللحم هادي لي كومبليمون ما كنكثرش منهم مي مره كناخذهم لقيت ان عندي ماشي عندي مشكل في الكلاوي الحمد لله الكلاوي ديالي مزيانين ولكن قال لي يعني حاول انك تنقص من داكشي قال لي حاول تعطي الماء مزيان الدكتور نصحني قال لي شوف اسامه كتاخذ داكشي مزيان كمل ولكن الماء قال لي ركز على الماء مزيان انا صراحه مؤخرا ما بقاش كنشرب الماء مزيان انا مولف كنشرب الماء مزيان ولكن مؤخرا بحال اللي نقص في الماء يعني وليت كنشرب كما قلت لكم غير ملي كنبغي ناكل مثلا كنخرج مع الدراري ولا هذا كنسى الماء شي حاجه سميتها الماء اما شحال هادي راه كنت فيما كنخرج ديما معايا قرعه الماء هذه ثاني حاجه عرفتها هو ان الماء ضروري اذا انت نتوما ما ديروش الغلط عاوتاني درت ديما الماء ديالكم ديما فيما مشيتو معكم قرعه ديال الماء ما تخسر والو انك تهز قرعه في ساكادو ولا في يدك اولا في الطوموبيل يعني فيما مشيتي قرعه الماء ولدي معك فلوس وشري قرعه الماء فيما غادي شري قرعه الماء والحمد لله يعني لقى عندي الكبده مزيانه يعني بخير كلشي مزيان غير قال لي شوف اسامه يعني الا بغيتي الكبده ديالك تبقى ديما مزيان يعني وبخير هي ركز على اي حاجه خضراء بحال مثلا انا نشرح لكم هذه خذوا عاوتاني نصيحه راه نعطيكم شي حاجه من ذهب وحق الله العلي العظيم ها نتوما الخيار لوبيا خضراء السبانخ الخرش اي حاجه خضراء اي حاجه خضراء ديما زيدوها في الماكله ديالكم يعني ما كتحط الدجاج والروز زيد معاه لوبيا خضراء زيد معاه الخس عاوتاني مهم نصحني بالخس بزاف ديما زيد الخس زيد اي حاجه خضراء مهمه كتحمي لنا الكبده ديالنا وبحثت على واحد القضيه اللي غتبقاو تشوفوني ديما كنديرها هي غنقنوا الصباح كما كنت ندير شحال هادي يعني تهاونت كنت منضبط معاها ولكن مؤخرا تهاونت هي انني كنفيق كناخذ راس ديال الثومه هذاك الراس ديال الثومه على الريق كيخلص لينا الجسم ديالنا من السموم وكيحمي الكبده انني قريت عليه لقيت انه كيحمي حتى الكبده اذا نتوما بقاو ديروها فهمتوني اذا الحمد لله لقيت صحتي مزيان درت شوف هذا البيلون هذا كان جينيرال عرفت شحال يعني البروتين اللي في الجسم ديالي عرفت الصوديوم البوتاسيوم درت على السكر على الكوليسترول يعني الحمد لله كلشي خرج بخير وعلى خير وهادشي اللي كنت كنتمنى ودابا غنصلح هاد المشاكل البساط اللي قلت لكم فحال ديال الانيمي ان شاء الله المره الجايه ملي غنمشي غيكون تحل هاد المشكل اذا الخوت كنتمنى يا ربي انه يحفظ لينا الصحه ديالنا كاملين الله يحفظ لكم صحتكم وكما قلت لكم هاد النصائح اللي قلت لكم ديروهم هذا بعدا مكمل طبيعي باش تكونوا فاهمين يعني ناتشورال الا ما بغيتيش تشريه ركز على داكشي اللي فيه الحديد العدس كاين بزاف الحوايج كيكون فيهم الحديد ركز عليهم واش فهمتيني والخضار الفواكه عندكم تنساو لي هادشي الليمون فهمتيني داكشي طبيعي الخس الخيار البروكولي ديما في الماكله ديالك زيدو ما تبقاش تركز لي على البروتين والكارب راه تلقى من بعد سنين غتلقى عندك مشاكل اذا ديما شي حاجه خضراء دخلها عاوتاني مطيشه البصله الخضار الفواكه ركزوا لي عليهم فهمني راه كنقول لكم داكشي اللاصق كيف تيقول لك عاوتاني الماء
الماء خويا شوف انا كنهضر معكم وحدي قرعة ديال الماء من الصباح وانا ما كاينه قريب وليت فهمتيني. اذا الخوت هاد النصائح اللي عطيتكم اللي درتو بهم غتمشيو مزيان ان شاء الله توصلوا كاع داكشي اللي كاع داكشي اللي كتمناو. والشعار ديالنا ديما تقاتل اللي بغيتي توصل وتبعوا معايا ان شاء الله البريباراسيون اللي غادي تدوز كل قتال ومعاناه وتكرفيس ولكن غتكون النتيجه في الاخر كاينه ولا لا كاينه تقاتل اللي بغيتي توصل. اذا كل نهار غنصور لكم باش تعيشوا معايا الاجواء باش تموتيفاو وتانتوما توصلوا لاي هدف عندكم في حياتكم والله يسهل عليكم ديما. ودابا وصلنا للاخر ديال هذا الفيديو البيسبس كيضحك وباقي يضحك شعر من هكا. المهم كملوا معايا تهلاو ليا في راسكم وراكم عزاز تهلاو.